اصلي ليه؟ هو ربنا عمل لي ايه؟ هو انا ما انا دعيته وما ادانيش اللي انا عايزه. احنا مش داريين ربنا عمل لنا ايه. احنا مش داريين حياتنا من غير ربنا كانت هتبقى وحشه ازاي، كانت هتبقى صعبه ازاي. انت غرقان يا ابني، احنا غرقانين في بحر احسان، وفي الاخر يجي طالب في الثانويه العامه يجيب 60% وتيجي تقول له انزل صلي يا ابني، ما انت كنت بتصلي من امتحانات. اصلي ليه؟ هو ربنا عمل لي ايه؟ هو انا ما انا دعيته وما ادانيش اللي انا عايزه. انا اعرف ناس اول ما بتمرض ما بيصليش اصلا، تيجي تقول له اذكر ربنا، لا 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 الموضوع ده ما تكلمنيش فيه كده. هو اتخنق احبط يئس والعياذ بالله، قعد يفكر طب ما انا عبدت ربنا وربنا عمل لي ايه. شباب كتير بلاقيها كتير قوي في طلبه الثانويه العامه، اول ما يجيب مجموعه مش عاجبه يسيب الصلاه، يبطل عباده، مقفول ومكسوف بقى انه يتكلم، بقى خايف من ربنا. الخوف هو اللي حجمه بس، هو اللي ايه ملجمه شويه، انما هو من جواه وانت عملت فيها كده ليه يا رب؟ هو انا مش كنت بصلي؟ هو انا ما ادتنيش بقى المجموع، ما ادتنيش 150% ليه؟ ما عملتها ليش رايقه في كل حاجه ليه؟ ليه اجيب مجموع وحش لما انا؟ يا جماعه اللي هيفهم ربنا عمل له هيتكسر من كتر حسن الظن في الله، وهيفهم ان كل اختيارات ربنا ليه احسن من اختياراته لنفسه، بس هو باصص بين رجليه للأسف الشديد.